أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم شفاء 503 من المصابين بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما تم تسجيل 1455 إصابة جديدة و36 حالة وفاة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى أكثر من 38 ألف إصابة، وتجاوز إجمالي المتعافين 10,000 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1342 حالة وفاة. يتواصل سقوط الأطباء في مصر جراء الإصابة بفيروس كورونا، وسط شكاوى من الأطباء بعدم توفير الحكومة الوسائل اللازمة للحماية من العدوى. ونعت نقابة الأطباء مصر الدكتور سالم خليل أستاذ المسالك البولية بكلية طب الزقازيق ورئيس وحدة جراحة المسالك البولية للأطفال، والذي توفي بمستشفى عزل جامعة الزقازيق. كما نعت النقابة الدكتور رأفت محمد القاضي استشاري الجراحة بأسوان، الذي توفي بمستشفى الصداقة للعزل بأسوان بعد إصابته بفيروس كورونا. كما نعت النقابة الدكتور صلاح عبد ربه أستاذ ورئيس قسم الأطفال بجامعة الأزهر فرع دمياط، والذي توفي في عزل مستشفى الأزهر التخصصي إثر إصابته بفيروس كورونا. كما نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور فايق فخري ديمتريوس نائب مدير عام الطب الوقائي ومفتش صحة قسم الثاني بمحافظة الأقصر سابقا، والذي توفي في عزل مستشفى الأقصر العام إثر إصابته بفيروس كورونا. تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لممرضة مصرية تشكو إهمال وزارة الصحة لمطالب كوادر التمريض لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وطالبت بمحاسبة ناقبة التمريض التي تنحاز للحكومة على حساب أطقم التمريض على حد قولها. في ممرضة ماتت في اسكندرية في دار سمعين بسبب الظلم، بسبب الظلم، ما ماتتش بسبب الكورونا، بسبب الظلم. ممرضة 50 سنة يتعطلها نبطشيات وسهر، تشتغل 18 ساعة في اليوم وعندها السكر، ها تتعطلها وتشتكي وتعمل، ماتت من القهر، ماتت وهي مواطية بتصلي في الشفت، ها والسكرها عالي وماتت من القهر اللي هي فيه. الله يرحمها، الله يرحمها ويحاسبكوا على كل حاجة بتعملوها في الناس، ربنا ينتقم منكوا. على كل ممرضة كل يوم تموت، شباب عماله تموت وانتوا عمالين تدوروا لي على فلوس، تدوروا لي على مناصب، تدوروا لي على 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 افلام تعملوها، على شهره. عامله لي جروبات واتس عشان خاطر الجروبات اللي على الفيس كلها ضدك، عامله لي جروبات واتس عشان تسممي افكار الناس، وسايبه كل التمريض متبهدل ومتهان. في عهدك التمريض بقى اسوأ عهد. يأتي هذا فيما قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية إن مصر لا زالت في الموجة الأولى لفيروس كورونا ولم تدخل الموجة الثانية بعد، فأعداد الإصابات في مصر لم تنحسر وتعاود الارتفاع كما حدث بدول أخرى مثل إيران. إذا كان السؤال بيخص مصر بالذات، لأني أعتقد هو بيسأل على حاجة تخص جمهورية مصر العربية، إحنا طبعا زي ما إحنا شايفين ومتابعين من الأرقام مصر لسه في الموجة الأولى، لأنه ما حصلش أي انحسار للأعداد. إحنا دلوقتي الأعداد بتتزايد أو هي ثابتة الحقيقة في خلال اللي فات، وبعد ما تنزل الموجة دي ويحصل انحسار في الأعداد يعني ممكن طبعا نتوقع موجات تانية زي بعض الدول ودول كتير، وحتى برضو دول في أوروبا كتير ابتدت تشوف موجات ثانية وبترجع تنحسر تاني على فكرة الموجات الثانية. فأنا مش عايزة يبقى كل مترقب بس الموجة الثانية وإن هي هيبقى معاها طبعا ازدياد في الحالات ويبقى في رعب. الموجة الثانية لو حصلت في بعض الدول بالإجراءات المكثفة وقدرة النظام الصحي على اكتشاف واحتواء المرض ممكن تاني هتنحسر بإذن الله. وينضم إلينا عبر سكايب من لندن دكتور مصطفى جويش وكيل وزارة الصحة المصرية الأسبق، وينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة الباحث والمحلل أحمد العناني. أهلا بكم معي دكتور مصطفى. يعني بما رأينا في ما يخص الأعداد، هناك ازدياد في الأعداد واليوم زاد معدل جديد خاص بالأطباء،
معظم الأطباء الذين نعتهم نقابة الأطباء هم أطباء في مستشفيات العزل، فكيف يمكن أن نفهم أن مستشفيات العزل التي ينبغي أن يطبق فيها أعلى درجات الاحتياط والحيطة يموت فيها الأطباء بفيروس كورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بحضرتك والساده المشاهدين. الحقيقه هو لازم في الاول نوجه واجب العزاء لزملائنا الاطباء اللي توفاهم الله اليوم، وجميع الاطقم الطبيه والجميع عموما الموتى من المصريين بسبب كورونا وغيرها. لكن في الحقيقه حضرتك سالت الحقيقه سؤال مهم جدا. اول حاجه ان ليه النسبه بتزيد فعلا عندنا في مصر حاليا؟ لو خدنا عدد وفيات الاطباء فقط بالنسبه لاجمالي الوفيات، النسبه تطلع يا فندم 4% من اجمالي الوفيات، ده للاطباء مش الاطقم الطبيه. في حين ان كانت في ايطاليا في عز في قمه الذروه في ايطاليا كانت 0.5%، يعني في مصر 8 اضعاف النسبه في ايطاليا في عز الذروه. الحقيقه ده مؤشر خطير جدا. السؤال الحقيقي المهم جدا، ليه بيموتوا في مستشفيات العزل؟ هو هنا ينقلنا لسؤال تاني، امتى بيتم نقل الاطباء لمستشفيات العزل؟ مع الاسف الشديد جدا الاطباء في البدايه لما بيبدا يحس بالاعراض بيقولوا له نعمل لك أشعة عادية على الصدر، وبعد كده يتعمل له اختبارات دم، ثم لو بدأ يظهر عليه أعراض يبدأ يتعمل له فحص البي سي آر ده حسب بروتوكول الوزارة المعتمد. ممكن كان الشكوى أرسلها نقيب الأطباء لرئيس الوزراء من حوالي شهر، وحتى الآن لم يتم تعديل البروتوكول، وبالتالي بعدين يبعتوه لعزل منزلي، وفي الآخر بيتنقل إلى مستشفيات العزل في حالة متأخرة. يمكن كان عندنا أكتر مثال قدامنا كان طبيب مستشفى المنيرة الله يرحمه، كان في مستشفى فضلوا يتلكأهم في علاجه، والآخر نقلوه للعزل في التأمين الصحي بمدينة نصر، كان خلاص يعني هو اتنقل يوم مات تاني يوم. ليه؟ كانت حالة متأخرة. فهنا السبب هو تأخر نقل الأطباء من مستشفى العزل، بتكون حالتهم بقت خلاص ساءت وأصبحت في مرحلة متأخرة جدا من الإصابة، وبالتالي بتكون فرصة الوفاة يعني فرصة الشفاء قلة جدا، وبتعرضهم لخطر الموت. الحقيقه مش اطباء بس، اطباء معظم المصابين، يعني قضيه اصبحت مصر قلق في الشارع المصري حاليا. نعم سيد احمد عناني، يعني اذا كان الاطباء هم الان على خط المواجهه عندما تكون النسبه عاليه في عدد الوفيات، لو يعني كما قارن دكتور مصطفى ما بين مصر وايطاليا وكانت الجائحه كبيره وكانت ايطاليا هي مركز وبؤره للفيروس في اوروبا، كانت النسبه 0.5%، في مصر بحسب الاعداد الذي تم اعلانها نسبه كبيره، في رايك لماذا؟ يعني دعني في البداية أقول لحضرتك أن يعني الأطباء ويعني طاقم التمريض يعني هم خط الدفاع الأول في مجابهة جائحة كورونا. إذا يعني هم معرضون وبشكل كبير للإصابة بفيروس الحقيقة يعني كورونا المستجد، ولا يعني لأنه متوقع الأمر هم يعني خط الدفاع الأول، وهم الحقيقة من يقومون بتوقيع الكشف الطبي على يعني المريض، وهذا معروف يعني معروف للجميع. فيما يخص دور الدولة، أعتقد أن الدولة يعني وفرت كافة الحماية لي يعني الأطقم الطبية وللأطباء، ويعني كان يعني تدخل مباشر من الحكومة فيما يخص هذا الأمر. يعني هتحدث من حيث انتهيت حضرتك فيما يخص يعني عدد الإصابات، أعتقد مقارنة بدولة يعني زي إيران في منطقة الشرق الأوسط وتعداد سكانها يتقارب مع تعداد سكان الدولة المصرية ربما 85 مليون مواطن مصري، يعني هنا النسبة مش كبيرة يعني بالتقارب. اعتقد انه يعني نسب اللي هم الاطباء والاطقم الطبيه البلدغيه التي طبعا وفاتها المنيه هي كبيره جدا مقارنه باسبانيا اللي هي تعتبر خاطره في التنميه والحقيقه داخل الاتحاد الاوروبي. اذا يعني الموضوع هو موضوع ايه؟ هذا المرض هو يعني هو المرض هو مرض جديد، ويعني لا يفرق بين طبيب ولا يفرق بين شاب ولا يفرق بين مواطن عادي، اذا الكل عرضه للاصابه، ولكن تبقى يعني الاطقم الطبيه يعني هي الاكثر عرضه لي يعني الاصابه بطبعا كوفيد 19. اذا يعني لابد ان يكون هناك يعني تدخل من الدوله، اعتقد ان الدوله قامت بدورها. نعم الدوله قامت بدورها فيما يخص توفير الحمايه للاطباء، والعمل في وقع الامر على في يعني على توفير كافه الاحتياجات استاذ احمد والوقائيه. استاذ احمد، لان نقطه الحمايه المستشفيات نعم هذا الدور الذي تتحدث عنه كيف تبلور سيد أحمد؟ يعني إذا كانت نسبة وفاة الأطباء بهذه النسبة 4% وهي نسبة عالية عالميا، ليس فقط في إيطاليا، إيطاليا على سبيل المثال، لكن في دول أخرى نسبة 4% نسبة عالية، مع هذه النسبة كيف نستطيع أن نقنع الناس أن بالفعل تم توفير الحماية لأطقم الأطباء؟ لا هو يعني الأطقم الطبية توفرت لها الحماية بالفعل، أما فيما يخص يعني العدد أو النسبة فهي وارد، يعني وارد في أي دولة في العالم
خاصة يعني عندك الولايات المتحدة الأمريكية، لو تنظر لي يعني الإصابات للأطقم الطبية هتلاقيها عالية جدا لأسبانيا، هنا لا أتحدث عن إسبانيا، تعال ننظر إلى الصين هتلاقي المعدلات عالية. إذا يعني مصر غيرها يعني زيها كغيرها من الدول يعني الأطقم الطبية في أي دولة في العالم هي معرضة للإصابة، إنما نتحدث عن توفير الحماية للأطقم الطبية، نعم هناك توفير للحماية هناك. طب هذه نقطة مهمة يعني سيد أحمد، أريد أن أشرك معي دكتور مصطفى في هذا النقاش. دكتور مصطفى، ربما ارتكز سيد أحمد عناني على فكرتين. الفكرة الأولى أنهم بما أنهم الخط الأول للدفاع، ففكرة أن يكون النسبة العالية هذا أمر طبيعي لأنهم يتعاملون مع المرضى. الأمر الآخر أن الدولة وفرت لهم الحماية، وضرب أمثلة بدول أخرى نسبة الإصابة فيها بين الأطباء نسبة عالية. الحقيقة مع كامل احترامي لطيف حضرتك من القاهرة، أنا بحب دايما نتكلم بالأرقام، ولغة الأرقام بتكون واضحة جدا. معروف أن أسبانيا كانت من أكثر الدول الأوروبية اللي فيها إصابة للفريق الطبي، كانت النسبة عندهم 7% من إجمالي الفريق الطبي بالنسبة لإجمالي المصابين، دي أسبانيا يا فندم. في حين الصحة العالمية قالت إن نسبة الإصابة في مصر 11% من الأطقم الطبية، أسبانيا 7، يبقى إذا إحنا قد أسبانيا مرة ونص، ده بالأرقام. موضوع الإشارة إلى إيران، الحقيقة إيران كانت متهمة من العالم كله إن عندنا من التكتم والإخفاء وارقامها كلها غير حقيقيه، لا في الاصابات ولا في الوفيات. دي يعني ايطاليا دي ايران خلاها خارج الاطار، لان مش هناخد على ارقامها اصلا. والصين نفس الكلام، كان برضه في نوع من التكتم والاخفاء. يعني عندنا قدام مثال، ضربت حضرتك بمثال بايطاليا كانت 0.5% الوفيات، واسبانيا 7% ومصر 11%. ده دي بالنسبه للارقام. الحاجه الثانيه المهمه جدا، هو ليه الاطباء او الفريق الطبي بيصاب بالمرض؟ هيبقى عندنا هدي حضرتك امثله من الحوارات الرسمية المعلنة. كان عندنا شكوى من نقيب الأطباء إلى رئيس الوزراء من قررت أكثر من مرة قبل ما يقابله، قالها تاني بعد ما يقابله، إن الأطباء بيشكوا كلهم في جميع المستشفيات حتى في العزل من نقص الإمكانيات، الواقيات، الجوانتيات، الماسكات، زائد حاجة تانية أخطر، بروتوكول العمل اللي هو ساعات العمل، بدليل إن الطبيب بلطيم يعني ربنا يشفيه أصيب بفقد البصر بسبب الإجهاد، لأن عنده بيقعد 14 يوم كاملين في نبطشيات يمكن 24 ساعة عشان ياخد تاني إنه يروح، فبالتالي الإجهاد أيضا من أسباب الإصابة. الحاجة التانية الأخطر موضوع التدريب. التدريب ظهر عندنا إزاي كمؤشر من كلام الوزيرة، لما الوزيرة الأسبوع الماضي أو قبل الماضي قالت أحول 320 مستشفى عام ومركزي الى عزل، وقالت حاجه في منتهى الخطوره، بتقول والدكاتره كلهم يروح يشتغل الدكاتره والتمريض، اصل كورونا مش محتاجه تخصصات، يعني هجيب اي دكتور علاج طبيعي، صيدلي، طبيب اسنان، فني معمل، طبيب جلديه، كله هيشتغل في موجه كورونا، وانا اعمل لهم كده تدريب سريع. قالت بالظبط كده، تدريب سريع ويخشوا على الشغل على طول. يبقى اذا لا يوجد تدريب، دي اهم حاجه. الحاجة الثانية، لا تتوفر إمكانيات ولا وسائل ولا مستلزمات، وده من كلام الأطباء ومن كلام نقيب الأطباء بنفسه في شكواه إلى رئيس الوزراء. الحاجة الثانية، لما نقيب الأطباء الدكتور حسين قيري، يعني راجل محترم وعالم وقامة علمية، قعد مع رئيس الوزراء وقعد بعد ما مع وزيرة الصحة مرتين، كان كل كلام اللي قاله خط تطمينات، يعني حتى واقف في المؤتمر الصحفي مع وزيرة الصحة الأسبوع الماضي، هي قاعدة تتكلم، هو طلب منها حاجات ما ردش على كلامه، يعني فضلت تتكلم في البيان الجاهز قدامها، لكن الواقع لما يتم اي شيء، ويمكن دي الحاجه الخطيره جدا بالنسبه لحمايه وامن وسلامه الرفيق الطبي. يبقى عندنا كذا حاجه، توفير التدريب، توفير بروتوكول اللي هو اليات العمل وجداول العمل والنبطشيات وظروف العمل نفسها والكلام ده. الموضوع الثالث، توفير الامكانيات والمستلزمات والتجهيزات لمواجهه فيروس غابض غير معروف حتى الان. طيب لدرجه تفندم ان بعض زملائنا لشكاوى. دكتور مصطفى، هذا فيما يخص الوضع الحالي، وهذا سؤال للسيد احمد دعناني فيما يخص ما قالته المستشاره الاقليميه لمنظمه الصحه العالميه، ان مصر حاليا ما زالت في الموجه الاولى وسيحدث موجات ثانية كما حدث في دول أخرى. هل ترى أن مصر تستطيع أن تتعامل مع الموجة الثانية إذا كانت في هذه الموجة تعاني مثل هذه المعاناة الكبيرة؟ طيب
كبير منظمة الصحة العالمية يعني أشادت بالإجراءات اللي اتخذتها الدولة المصرية فيما يخص التعامل مع جائحة كورونا. هذا شيء. الشيء الثاني يعني مصر لم تنتقل إلى المرحلة الثانية، وهناك سيناريوهات موضوعة من قبل الدولة المصرية فيما يخص لا قدر الله لو تزايدت الأعداد، وهذا يعني وهذا متوقع، ولكن يعني متوقع لأي دولة في العالم، لأي دولة في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية وهي يعني القوى العظمى الاقتصادية في العالم لم تستطيع التعامل مع جائحة كورونا لأسباب لأنه هذا المرض سريع الانتشار، لأنه في واقع الأمر يعني هناك بعض الأمور التي تخص يعني الدولة المصرية والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، أنا في اعتقادي وفي ظني وفي تقديري أن الأمور في مصر تحت السيطرة بمعنى أن هناك يعني إجراءات يا أستاذ أحمد، هناك فيديوهات منتشرة على الفيسبوك يعني لأهالي لا يستطيعون أن يدخلوا أبوهم أو أمهم إلى المستشفى ويموتون خارج المستشفى، لأن لا يوجد أماكن، يعني ليس تقصيرا في أداء المستشفى لكن لا توجد أماكن كافية لاحتواء هؤلاء الناس. وأنت فيعني لو شهدنا سويا هذا المقطع الفيديو المؤثر للفنان الشعبي المصري، هذا الفنان الشعبي المصري شريف يسري يعلن فيه عن وفاة والدته دون أن يتمكن من علاجها. كان شريف قد نشر مقطعا باكيا أمس بعد رفض مستشفى إمبابة العام بمحافظة الجيزة استقبال والدته المريضة لعدم وجود أماكن أساسا بالمستشفى. يعني أنا دلوقتي مع أمي في المستشفى والدكتور بيقول لي ما فيش مكان في الرعاية، بيقول لي في الرعاية أمي ما فيش مكان في الرعاية وأنا في المستشفى وعندها أزمة في الكلى وفي الكبد، أعمل إيه يا ربي؟ أعمل إيه يا ربي؟ في دنيا ناس، أعمل إيه يا ربي؟ أعمل إيه؟ بيقولوا لي ما فيش مكان، ما حدش يكلمني حد. شكرا أمي ماتت، ما حدش يكلمني حد عشان هي ماتت. شكرا أمي ماتت. طبعا هذا المشهد ليس المشهد الوحيد. تعليقك سيد أحمد يعني على هذا المشهد المتكرر بكثرة على الفيسبوك في الفترة الأخيرة. شوف أستاذ مجاهد، الدولة المصرية وسعت عدد المستشفيات لحد كبير جدا، يعني هناك يعني مستشفيات كبير تم ضمها لتكون يعني مستشفيات عزل، هذا شيء. الشيء الثاني أنه استحالة يكون هناك مريض بيعاني وفي مرحلة متأخرة أو في مرحلة حقيقة وسطية بيعاني من مرض كورونا ولا تستقبله مستشفى، يعني كل المستشفيات متاحة لكل حقيقة المواطنين. يا أستاذ أحمد، إحنا هذا الفيديو على صفحة الفنان على صفحة الفنان على الفيسبوك، يعني هذا الفيديو على صفحته الشخصية يمكنك أن تتأكد منه، يعني لا ليس أحد مختلق هذا المشهد، مشهد حقيقي موجود. من الممكن يكون هناك فعلا عدد مكتمل وعدد السرائر مكتمل بالفعل، هناك مرضى يعني مكتظة بهم المستشفيات، ولكن هناك مستشفيات أخرى. ولو الفنان اللي هو تعرض الفيديو بتاعه في واقع الأمر لو تواصل مع الجهات التنفيذية إذا كان في حي وإذا كان في محافظة، أعتقد على الفور يعني على الفور سيتم يعني الحقيقة يعني إيجاد حل لهذه المشكلة. يجد كثير من المستشفيات مفتوحة. يا سيد أستاذ أحمد يعني الناس تلجأ إلى مثل هذه الوسيلة لأنه ضاقت بهم السبل، أغلقت أمامهم الأبواب، الناس تستنجد على الفيسبوك أو على تويتر يعني بعد أن استنفذوا كل الإجراءات التي يمكن من أجلها أن ينقذ أمه أو ينقذ أباه أو ينقذ أخيه. يعني هل نقتنع مثلا ان هناك اكثر من 15 20 مستشفى على الاقل في محافظه او اقليم؟ يعني على سبيل المثال هناك اقاليم في بعض المحافظات في اكثر من 20 مستشفى، يعني مستشفى ما بين الحجر، ما بين توقيع الكشف الطبي السريع، ما بين اخذ العينات، ما بين تحليل البي سي ار، توسيع المعامل الطبيه، يعني كل المستشفيات. اذا كانت هناك مستشفيات مكتظه، هل باقي المستشفيات مكتظه؟ اذا كان هناك اذا قيل لهذا المريض ان هذه يعني هذه المستشفى
المستشفى مليئه بالفعل، هل باقي المستشفيات رفضته؟ يعني هو يعني لف يعني مع احترامي يعني الشديد لي، هو يعني زار كل المستشفيات بوالدته، يعني رفض من كل المستشفيات. يعني استاذ احمد يعني انا يعني في الاخر يعني هنحمل المواطن يا استاذ احمد، هو المشكله هو ذهب بالفعل، يعني سنجعل المواطن هو في زاويه المشكله، يعني يخرج المسؤول يقول ان المواطن ليس لديه وعي لذلك انتشر الفيروس، وانت الان تقول ان المواطن لم يذهب الى مستشفى اخرى فماتت امه، يعني فكره تحميل المواطن المشكله. سيد احمد ابقى معي. دكتور مصطفى بالحديث على فكره الموجه الثانيه، وهذا هو الاهم، لان بالفعل هناك خوف وهلع بين كثير من المصريين من انتشار هذا الفيروس بشكل كبير، لأنه أصبح بالفعل موجود في الدوائر القريبة من الناس، لم يصبح عنوانا في جريدة أو على فضائية من فضائيات، الناس تشعر به في شوارعهم بين أهلهم، والتخوف من هذه الموجة الثانية، ماذا يمكن أن يفعله المصريون؟ ليش يا أستاذ مجاهد؟ الحقيقة أنا بكيت وأنا بشوف منظر أمنا بتموت بين أيدين ابنها، وتعجبت الاستاذ ان ضيفك من القاهره بيكذب الراجل بدل ما يقول له يا بقيه بحياتك، ربنا يرحمها ربنا يتولاها، واحنا نحاول نشوف المشكله، لا بيحاول يكذبه ويقول ان مشهد مفبرك وتمثيليه. حقيقة تعجبت جدا وتالمت في نفس الحقيقه. بالنسبه لحضرتك الحقيقه هو عندنا في الحقيقه يشمل جزئيتين. الجزئيه الاولى هو ان دايما الموجه الثانيه بتكون بعد انتهاء الموجه الاولى. هل الموجة الأولى في مصر حاليا انتهت ولا لسه؟ هذا يكون أول سؤال. والموجة بتنتهي بعد بلوغ الذروة، هيبقى لنا لجزئية في منتهى الأهمية من الناحية الوبائية. ما هل مصر حاليا وصلت للذروة أم لم توصل للذروة؟ الحقيقة حساب الذروة بيحتاج أمرين في منتهى الأهمية، يكون عندنا أرقام صحيحة لعدد المصابين والانتشار الجغرافي للتشفيش الوبائي، يكون عندنا الحاجة الثانية دائرة واسعة جدا من الفحوصات والاختبارات لأكبر دائرة ممكنة من المجتمع. دي الجزئية الخاصة بالحكومة، بيقابلها مدى انتشار الوعي أو التباعد المجتمعي بنسبة كام في المية عند المواطنين. الحال المؤشرين دول بنحسب منهم متى تكون الذرة، وعشان كده وزيرة الصحة في الأسبوع قبل الماضي قالت أنا ما أعرفش الذروة إمتى. والحقيقة كانت صادقة جدا وأنا احترمتها جدا وأقدرها على تلك المعلومة، فعلا هي ما تعرفش لأن ما عندهاش بيانات، ما عندهاش معلومات دقيقة، لا تدري ما هو الواقع المصري، هي مش عارفة إيه الواقع المصري، فأنا مش هتعرف. ده معاها حق في إيدي. والحقيقة بالتالي يبقى طالما إن إحنا لم نصل إلى الذروة حتى الآن، يبقى بالتالي مش هنتكلم في الموجة الثانية. إحنا دلوقتي كل همنا إن إحنا نحاول نسطح المنحنى، بدل ما عندنا المنحوى الحالي ماشي بيسموها بمنحنى أسي، يعني تصاعد سريع جدا في الأعداد كل يوم، مع العلم إن عندنا فحوصات، يعني دائرة الفحوصات بتقل جدا، لكن مع ذلك الأعداد بتزيد. ده غير اللي في البيوت اللي أصلا مش بيروحوا مستشفيات، مش بيروحوا يبلغوا عن نفسهم. يبقى بالتالي الواقع المصري الآن محتاج أهم حاجة رفع جيد للواقع من المسؤولين، وضع نية وعزيمة صادقة على حل مشكلات الناس ومعرفة احتياجاتهم، وإلا بالتالي الموضوع هيفت من الزمام. لما يبدأ بقى نتحكم. ابقى معي دكتور مصطفى. ابقى معي دكتور مصطفى، أشكرك شكرا جزيلا. الباحث والمحلل السياسي أحمد العنيني كنت معنا عبر سكايب من القاهرة، شكرا جزيلا لك. قال الدكتور محمد عبد الفتاح مدير الشؤون الوقائيه بوزاره الصحه المصريه ان تجربه استخدام بلازما دم المتعافين في علاج مصابي فيروس كورونا حققت نسبه شفاء تصل الى 90% في المرجعيات العلميه بصفه عامه. نعم دكتور مصطفى، في هذا الاطار يعني فكره العلاج بالبلازما مدى نجاعتها؟ هو موضوع العلاج بالبلازما بدأ في العالم كله يمكن من 100 سنة، يمكن أيام الإنفلونزا الأسبانية في سنة 1918 بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة بدأوا يستخدموا علاج البلازما، لكن ما فيش أبحاث منشورة عن نسب النجاح. لما انتشر مرض السارس في الصين في سنة 2003 أيضا لجوا لعلاج البلازما، لكن أيضا بدون دراسات علمية. نفس الكلام اتكرر مع مرض الإيبولا في 2013-2016 في أفريقيا، أيضا استخدموا البلازما لكن بدون أيضا أبحاث علمية. هنا دلوقتي لما قالوا نستخدم البلازما، فكرة البلازما إيه؟ إن هو بيدي المصاب أجسام مناعية جاهزة من دم مريض تم شفائه ومعافاته، فكده بيدي أجسام مضادة جاهزة لمقاومة الفيروس ومدى تكاثره وانتشاره داخل جسم المريض. والحالة دي متوقع أن يجيب نتائج كويسة مع بعض الإشراطات الخاصة وبعض المحاذير بالنسبة للمتبرع وبالنسبة للمتحدث الوزارة وبتكلم دلوقتي. الحالة الجملة في منتهى الأهمية قال إحنا عندنا نجاح 90% من المرضى المستهدفين. يعني إيه المستهدفين؟
يعني المريض بيتم بنقيه، مش اي مريض بنديله بلازما، لا هو احنا بنحط المريض ايضا له معايير خاصه ان يكون وصل لمرحله متاخره ولكن قبل الاحتياج لكأس التنفس الصناعي، يعني المرحله الخطيره قبل ده، ممكن نبدا نديله. اذا المريض المستهدف ده مريض احنا منقيينه، وبالتالي لو كنا منقيينه كويس ممكن يدي نتائج. ولكن هنا برضه هو السؤال الثاني لمساعد الوزير، انت عملت على كم مريض وكم مريض تاني ما خدوش بيسموها الحالات البلاسيبو او الحالات اللي هي غير وضع اللي هي ما بتاخدش، وعشان يعمل مقارنه علميه. هو ادى الناس من اسخافهم، لكن في نفس الوقت وكيل كليه الطب القصر العيني اللي هو الاستاذ اللي هو الدكتور الساكت لما توفاه الله في عين شمس ايضا خد بلازما ولم يستجب، كانت اول حاله في مصر يدوها. يبقى اذا هي حسب انتقاء الحاله، حسب مرحله المرض عندها، حسب كميه المضاد الاجسام المناعيه اللي بيدوها لها والجرعة ولا بشروط المظبوطة. لكن هي طبعا ده يعتبر أمل نتمنى من الله أن يفيد في شفاء المصريين، ونتمنى من الله أن مصر تنجح في هذا الموضوع وتكون لها سبق علمي فيه. ده حاجة ميزة مهمة جدا، هي طاقة أمل أو بارقة أمل دكتور مصطفى يتمسك بها الناس. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى جويش وكيل وزارة الصحة المصرية.